الإسلام حفظ للأمة ما يدفعها أن يقضي الإنسان وطره من غير معصية. فالحضارة المعاصرة الغربية جاءت بالاثنين المنهي عنهما شرعا، وهما الزنا المقنن في دار البغاء، وجاءت بذوات الأخدان كما هو معروف في الغرب كله. المقصود ينبغي أن يبث خلق العفة في الأمة، ينبغي أن يبث خلق العفة في الأمة، وأن يكون الإنسان عفيفا رجلا كان أو امرأة. وهذا يتأتى بأن الإنسان يسعى أولا في بيان كيف أن الله حرم تلك الفاحشة. قال الله عن الصديق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء العشق، والفحشاء الزنا، عياذا بالله من الاثنين. ويعرف فضل غض البصر، ويعرف فضل حفظ الفرج، ويعرف عاقبة الزنا عند الله. روى ابن أبي الدنيا، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن في مثل هذه الأحوال يغفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. وقد قلت إن الحديث في سنده ما فيه، لكن في مثل هذه الأحوال قد يقبل شيئا ما، وإن يعني لا يلزم الإنسان برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان يوطن نفسه على أنه يبتعد عن كل سبيل أو طريق يدفعه إلى فاحشة الزنا أو غيرهن من الفواحش مما يجل المقام عن ذكرها.